دائما ما بتطلع عن اليوتيوبرز عدة إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكثرها إشاعات الزواج أو الخطوبة أو العلاقات، فدائما ما بيركز الجمهور على أدق الأشياء، ومنها تنتج هاي الإشاعات وتنتشر بشكل كتير كبير. فبآخر ستوري لأسامة مروة لاحظ عدد كبير من الجمهور خاتم فضي بإيده، فبلشت الإشاعات تنتشر بعد هذا الستوري، حيث زعم البعض عن إمكانية أنه يكون مرتبط أو خطب، وبلش الجمهور يبحث عن سر هذا الخاتم وإجابة عن هذا الموضوع. فإذا رجعنا لمقابلة أسامة مع كارول ببرنامجها Get Real with Carol اللي أصدرت حلقته قبل أسبوع، كشف أسامة أنه مو مرتبط، وإذا كان مرتبط أو رح يكون رح يخبر متابعينه وما رح يخبي عنهم أبدا، فأكيد كان حاط الخاتم كأكسسوار وكل مرة بيغير مكانه وأحيانا يستغني عنه. فشو رأيكم أنتو بهذا الموضوع وبهيك إشاعات؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات.